المشهد الانتخابي يتجدد مع حضراتكم مشاهدينا الكرام. ساعات طويلة كان التصويت فيها مفتوحا أمام المواطنين، ولا يزال الفرصة لازالت سانحة لمن يريد التصويت. الفكرة باختصار هو أننا على أعتاب غرفة برلمانية ثانية أو الغرفة الثانية للبرلمان. ماذا تفعل؟ ماذا تقدم هذه الغرفة البرلمانية للمواطن ولقضاياه الملحة؟ ماذا تفعل لجناح البرلمان الآخر والأصيل وهو مجلس النواب؟ عن أي مجلس للشيوخ نبحث في هذا التوقيت من عمر الوطن سياسيا؟ أسئلة كثيرة الحقيقة يعني تدفعنا لتساؤلات أوسع وأكثر حساسية وأهم لتفاصيل حياتنا اليومية، نفتحها مع حضراتكم في حلقة جديدة من المشهد الانتخابي. يصحبني في هذه الحلقة للرأي والتعليق والمزيد من المعلومات الأستاذة مجدة بدوي، الصحفية المتخصصة في الشؤون البرلمانية. أستاذة مجدة أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، نورتينا في المشهد الانتخابي. نبدأ مع حضراتكم مشاهدينا الكرام برؤية أكثر شمولية حول اليوم الانتخابي. تواصل لجان الاقتراع استقبال الناخبين للتصويت في اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس الشيوخ، وهو اليوم الأخير للمصريين في الداخل المسموح في التصويت في أكثر من 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية. بتشهد اللجان الانتخابية إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد. لليوم الثاني والأخير تواصل لجان الاقتراع استقبال الناخبين لإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية، ويحق لنحو 63 مليون مواطن من المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين التصويت أمام 27 لجنة عامة تمثل المحافظات المختلفة تضم 14,292 لجنة فرعية. وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 18,000 قاض أساسي واحتياطي وبمعاونة 120,000 موظف. وشهد اليوم الأول من عملية التصويت انتظام العملية الانتخابية في مختلف محافظات الجمهورية، فيما يتابع الانتخابات 163 مؤسسة إعلامية دولية بجانب المؤسسات المحلية بمختلف أشكالها، بالإضافة إلى عشرات من منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية والجامعة العربية وفق بروتوكولات أبرمت مع الهيئة الوطنية للانتخابات. ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا لقائمة النهائية المرشحين 787 مرشحا بنظامي الفرد والقائمة موزعة على 27 محافظة. وفي ظل انتشار فيروس كورونا تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم إجراءاتها الوقائية، منها إلزامية ارتداء الكمامات الطبية على كافة أطراف العملية الانتخابية وتوفير الكمامات لجميع رؤساء اللجان الفرعية والأمناء وكذا الناخبين الذين لا يحملونها، كما وفرت قفازات يدوية لاستخدامها في حمل القلم وكحول لتعقيم الأيادي. هنستكمل مع حضراتكم وحوار خاص أجرته قناة نيل للأخبار مع المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقد. أكد في لاشين على ضرورة إدلاء المصريين بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ. بص، جميع الناخبين المقيدين في جداول الانتخابات أن يدلوا بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري، لأن صوتهم حق، صوتهم واجب، صوتهم أمانة، فليؤدوا أمانتهم ولا يتقاعسوا عن الإدلاء بأصواتهم في هذا العرس الديمقراطي. وأكرر، انزلوا، صوتكم هيوصل. الهيئة الوطنية للانتخابات أمينة على كل أصوات المترشحين وفي إعلان النتيجة بكل نزاهة وشفافية. في مرحلة ما بعد عمليات التصويت أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه سيتم الفرز داخل اللجان الفرعية وإرسال الحصر العددي إلى اللجان العامة والتي سترسل بدورها هذه النتيجة وإعلان الحصر العددي لمجموع لجان الدائرة الواحدة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بشكل متتابع. بعد السيد القاضي ما بيقوم بالفرز بيرصد الأرقام المقيدة عنده في هذه اللجنة وأرقام الحضور
الأرقام الصحيحة والأرقام الباطلة، ويعد محضر بذلك ويقوم بالتوجه إلى اللجنة العامة التي تقوم برصد ما ثبت بمحضر السيد القاضي الفرعي، وبتقوم بعد ذلك بتجميع كل الأعداد دي وتعلن الحصري العددي وليس النتيجة. هذا هو ملمح عام عن اليوم الثاني من انتخابات المصريين في الداخل، الانتخابات أو لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ القادم، وعددهم 200 عضو هم من سيتم اختيارهم بالاقتراع، سواء بالطريقة أو بالانتخاب من الفردي أو الانتخاب من القوائم، في حين أن هناك 100 عضو سيتم تعيينهم مباشرة داخل هذا المجلس. أبدأ حديثي مع ضيفتي الكريمة في استوديو المشهد الانتخابي، الأستاذة مجدة بدوي الصحفية المتخصصة في الشؤون البرلمانية. أستاذة مجدة، يعني 63 مليون ناخب مصري مقيد في قاعدة البيانات أو لهم حق الانتخاب والاقتراع في هذه الانتخابات، 14,000 لجنة، 92 لجنة فرعية، 18,000 قاضي بيشرفوا على هذه الانتخابات، زخم كبير، أعداد كبيرة، لكن السؤال هل في رأيك الإقبال كان يتوازى مع هذا المجهود وهذا الإنفاق الذي حرصت عليه الدولة لكي تخرج عملية الاقتراع بأفضل ما يمكن؟ أنا هقول لحضرتك من الواقع العملي، أنا ليا يومين بشتغل في الشارع بتابع الانتخابات بصحفتي صحفية في الأول، يعني صحفي ميداني وسياسي وبرلماني. في الفترة دي بيطلع لنا تصاريح ان احنا بنتابع العملية الانتخابية، وكان ليا الفرصة اكبر يمكن من بعض الزملاء ان هو بيلتزم بدائرة معينة، يعني مثلا دقي او عجوزة باب الشعرية، لكن كنت انا في الغرفة متابعة الانتخابات تبع احد الاحزاب، فده أتاح لي الفرصة أن أنا اتحركت ورحت قرى وفي المحافظات وعشان نتابع الحركة ماشية إزاي. هو الإقبال في القرى وفي المراكز عالي جدا، وده أنا شفته بعيني في بعض المناطق في محافظة الجيزة، في إقبال غير عادي، يعني إقبال حقيقي في المناطق اللي هي المناطق الراقية زي ما بيقولوا أو كده. الإقبال هنقول متوسط، مش هنقول ضعيف قوي أو مش موجود، في إقبال بس متوسط، مش نفس اللي احنا يمكن ده بيرجع مثلا أنه ارتفاع درجة الحرارة، هو بيبتدوا يعني بعد الساعة 4 و5 لما بتبتدي درجة كما الحرارة كما هو معتاد ربما في معظم الاستحقاقات في آخر لحظة نتحرك. صحيح. طيب يعني هل يمكن إعاز هذا الاختلاف في الإقبال ما بين مناطق ربما يتمتع سكانها بمستوى أكثر رقيا أو مستوى مادي أكثر ارتفاعا لهذه الانتخابات؟ هل نفهم من ذلك شيء محدد، أم أنه ربما سكان المناطق الراقية لديهم ربما مشاغل أكثر؟ يعني كيف نستطيع تفسير، أو هل هناك تفسير منطقي في رأيك؟ هو طبعا حضرتك انت عارف ان اليومين في دول ايام عمل عادي، الناس بتروح شغلها، فممكن زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان هو فعلا يكون مرتبط بمواعيد شغل، في التزامات معينة. نسبة الاقبال من السيدات كبيرة جدا، يمكن مش عايزين نقول وصل 70% من المشاركة، وده شفته انا يعني شفته في الشارع، يعني انا بتكلم من ارض الواقع، مش بتكلم انا قاعده في مكتب مكيف، لا انا يعني جايه سايبه غرفه العمليات وجايه لحضرتك. كنت لسه حالا في قرى محافظه الجيزه بنتابع، يعني انا جايه حضرتك على طول من هناك. لا في حاله يعني ده حقيقي، وكان حتى الفتره اللي هي من 3 ل 4 اللي هي الاستراحه الناس كانت واقفه ومنتظره عشان تدلي بصوتها. يعني اللي يقول انه ما كانش في المشاركه اللي هي الحقيقيه، لا المشاركه كانت موجوده. وعايزه اقول لك حاجه، يعني انا بتابع عمليه الانتخابات دي من سنين طويله، يمكن اكتر فتره بنشوف فيها مشاركه حقيقية الفترة الحالية، سواء كان تعديلات دستورية، انتخابات رئاسية، انتخابات مجلس نواب. لكن شوية كان البعض بيحاول، أو يعني من وجهة نظر البعض، أنه بهكذا ترتيب انتخابات رئاسية ربما هي أعلى
إقبال، لأن كلنا بنختار من يقود دفة البلاد. انتخابات مجلس النواب ربما يعني يكون فيها برضو زخم، لكن ليس بحجم الانتخابات الرئاسية. ثم تأتي انتخابات مجلس الشيوخ. البعض وضع هذا الترتيب دون بناء على أرقام محددة، لكن هذه رؤية البعض. تتفق عليك مع هذه الرؤية ولا ليست بالضرورة؟ أنا هقول لحضرتك حاجة، احنا عندنا ثقافة الشخص اللي بنحبه بننزله. هو الشعب بيحب الرئيس، هل الشخص اللي بنحبه أم الشخص الأكثر أهمية لي؟ بص أنا هقول لحضرتك حاجة، هما بيشوفوا أنه الأمان والاطمئنان والاستقرار مع هذا الرجل فبينزلوا عشانه. فاهم حضرتك؟ هو داخليا كده. يعني أنا شخصيا كنت بشتغل في الشارع وقت ثورة 30 يوم، كنت بشوف الناس بتنزل جحافل نازلة بولادها وأسرها، حاسين في استشعار بالخطر. نعم. فأنت تلقائيا بتروح عشان تأمن نفسك. احنا طبعا دي أول انتخابات مجلس الشيوخ بعد ثورة 30 يوم، وما كانش موجود، وجي في وقت هنقول انه ما كانش فيه وقت طويل للاستعدادات والشارع المصري، ونرجع انه نعمل توعية كاملة بأهمية الغرفة التانية التشريعية، وهتضيف لنا ايه؟ أسئلة كتير جدا أنا بشوفها في الشارع والناس بتكلمني فيها. نعم. الناخبين ده هيضيف لنا إيه؟ طب إيه اللي هيوصل لنا؟ يعني في حاجات كتير جدا غايبة عن ذهنهم. نعم. يعني حضرتك تقريبا كام سنة، يعني أكتر من 8 سنين هو مش موجود، فعودته مرة تانية الناس بتسأل مع بعد الثورة هل إيه الإضافة اللي هيضيفها لنا؟ هل هيكون زي اللي قبل كده ولا فعلا هنشوف حاجة على أرض الواقع؟ نعم. الناس دلوقتي عايزة الشارع تشوف الشغل في الشارع. طيب اسمح لنا نتوقف عند هذه النقطة لنستكملها، لكن بعد ما أتوجه إلى ولاء الحديني مراسلة النيل والمتواجدة حاليا في شبرا. ولاء لك التحية، و يعني لو تضعينا في صورة الإقبال وكيف تسري عملية الاقتراع في شبرا في هذا التوقيت. يعني عاصم، بعد التحية لك ولضيفتك العزيزة، المشهد هنا في المدرسة التي أتواجد بها الآن وهي مدرسة شبرا قسم شرطة رود الفرج دائرة محافظة القاهرة. هنا المشهد يؤكد على الحديث الذي تحدثت فيه الضيفة العزيزة، تحدثت أن المرأة تسيطر على المشهد الانتخابي، وهو ما يحدث بالفعل. يعني الكاميرا توصف لنا هذا المشهد، وأنا الآن أتواجد أمام اللجنة. هنا يوجد ثلاث لجان فرعية داخل هذا المركز الانتخابي. أمامي طابور، جميع الموجودين في هذا الطابور من السيدات. هذا المشهد لم يكن الآن فقط، ولكن المشهد منذ أمس. المرأة تسيطر على المشهد الانتخابي في انتخابات الشيوخ 2020، وهذا ما لاحظناه في استحقاقات كثيرة. المرأة دائما وأبدا تسيطر على المشهد الانتخابي، ليس يعني انحياز للمرأة، ولكن هذا بالفعل ما نرصده من خلال التغطية الإعلامية لهذا الاستحقاق. نعم، حديثك مع المواطنين اللي بيتوجهوا إلى مراكز الاقتراع أو للجان الاقتراع، هل هم متوجهون لاختيار بناء على فحص ودراسة أو ربما حتى سؤال عن هؤلاء المرشحين وتاريخهم، وأم أن المسألة ربما لأداء الواجب الانتخابي دون هذه الدراسة أو الوعي بأهمية من سأختاره وقيمته فيما بعد لحياتي ولطبيعة أو ما سأمر به كمواطن فيما بعد؟ يعني بالفعل من خلال المقابلات والحديث مع عدد كبير من الناخبين منذ بداية المشهد الانتخابي بالأمس منذ الساعة 9 صباحا، ونحن نجري لقاءات وأحاديث مع الناخبين، العدد كبير من الناخبين وبالتحديد والذي لفت انتباهي أن كبار السن على وعي كبير جدا بهذه الجزئية بالتحديد، يتحدثون أنه منذ فترة كبيرة
بعد الثورة وهم في يعني منتظرين هذا الاستحقاق مجلس الشيوخ للمشاركة في هذا الاستحقاق الذي لم يحدث من قبل منذ الثورة. ربما يكون البعض وعدد قليل ليس على وعي بهذه الجزئية، ولكن البعض يأتي هنا إلى اللجنة وهناك من يتحدث مع القضاء وهناك من يتحدث مع المستشارين لمعرفة المزيد والمزيد عن هذه الجزئية بالتحديد. نعم إليك. شكرا جزيلا لك ولاء الحديني متحدثة إلينا من شبرا، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات وهذه الرؤية والرصد لواقع العملية الانتخابية في منطقة شبرا. وحنستمر مع حضراتكم ونتوجه إلى جنوب سيناء ومراسل النيل هناك محمد الخطيب. محمد، يعني تحياتي، وضعنا في صورة الإقبال في الساعتين الأخيرتين من عملية التصويت. نعم، تحياتي لك زميلي العزيز. بالفعل يعني قبل ساعتين كما ذكرت من انتهاء عملية التصويت واليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بالفعل ما زالت هناك توافد من الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل مدرسة هذه المدرسة جيل أكتوبر في مدينة شرم الشيخ، مطبقين جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا. قبل قليل كان لنا حديث مع مستشار اللجنة والذي أكد أن عمليات الفرز سوف تتم داخل اللجنة التي أقف فيها الآن، وبعدها سوف يتم إرسال النتيجة إلى اللجان العامة وبعدها إلى إعلان النتيجة النهائية من جميع المحافظات التسعة في محافظة جنوب سيناء، وهي الطور وشرم الشيخ ونويبع ورأس محمد وأبو زنيمة وطابة ودهب وكل المدن التي تم فيها عمليات التصويت منذ أمس وإلى اليوم. يعني نذكر أيضا بأن الكتلة التصويتية داخل محافظة جنوب سيناء هي 89,774، وعدد اللجان الفرعية هي 18 لجنة فرعية و15 مركز انتخابي. من الساعة 9 صباحا إلى الآن يبدو أننا فقدنا الاتصال بمحمد الخطيب مراسل النيل في جنوب سيناء. أعود إلى ضيفتي الكريمة الأستاذة مجدة بدوي. أستاذة مجدة، فكرة الاختيار في هذه الانتخابات، يعني هذا هو جوهر الديمقراطية، أن يتاح للناخب اختيار من يراه مناسبا، لكن بتعليق عام أو برؤية عامة للمرشحين في هذه الانتخابات، هل نرى من هؤلاء المرشحين من يمثل بالفعل فكرة مجلس الشيوخ الذي هو يعني كما رددنا كثيرا خلال الأيام الماضية أنه بيت الخبرة ربما الأهم لهذه الأمة؟ زي ما حضرتك تفضلت وقلت، المجلس الشيوخ هو هيكون مكون من 300 نائب، 100 قائمة ومية فردي ومية سيتم تعيينهم. نعم. من قبل رئيس الجمهورية. نعم. القائمة تقريبا معظم أعضائها أو المية المختارين تم اختيارهم بعناية كاملة بحيث أن هم يؤدوا دورهم الاستشاري ويكون دور مكمل لمجلس النواب. نعم. المية الفردي طبعا احنا مش هنقدر نحدد مواصفاتهم ايه، او لان لسه احنا العمليه الانتخابيه تقفل حوالي الساعه 9 وهيتم الفرز، ممكن يفضل لحد الساعه 7 الصبح، النتيجه هيتم اعلانها خلال ساعات بعدها، فما نقدرش نقول ان هم دي، بس احنا شايفين ان في وجوه مبشره، في وجوه فعلا متصدره المشهد الى حد ما، نقول ان هي هتمثل الشارع المصري داخل مجلس الشيوخ، وهفعلا هتقدم حاجة كويسة وهتقدم أفكار جديدة، لأنه عارف حضرتك إن هو مجلس استشاري دوره مكمل لمجلس النواب، عنده بيقترح عدد من مشروعات القوانين بيتم دراستها بعناية وبشكل كبير، بيشوف أهم المشاكل وأهم القضايا اللي في الشارع المصري وبتدي يدرسها دراسة متأنية. يعني حضرتك شفت ان مجلس النواب المصري
يعني انا بما ان انا محاربه برلمانيه وبكون متواجده بشكل شبه يومي، اثناء الجلسات ممكن الجلسه تمتد ل9 ساعات، وده بيكون مجهود كبير جدا على النواب وعلى رئيس البرلمان. بيكون عندك كميه كبيره جدا من القوانين ومشروعات القوانين المقدمه من الحكومه او من النواب، وبيتم مناقشتها عشان تاخد الوقت الكافي وتكون مكتفيه ويكون في اطمئنان داخلي ليها. طبعا لو ما يكون في غرفه تشريعيه تانيه هتقوم بالدور ده، هتقوم بالدور المكمل، تعمل دراسة وتعمل استشارات وتعمل جلسات استماع فيها ومناقشات مطولة ومستفيضة، ويتم تعديل بعض المواد، يتم حذف بعض المواد في القوانين، بالتالي ويتحول لمجلس النواب يكون خلاص في اطمئنان انه كان مشروع كامل ومستوفي الشروط اللي توصلوا ان هو يبقى حاجه ناجحه في الشارع المصري. عارف حضرتك احنا عندنا قوانين من 73 وفي قوانين من 56 كده، يعني حاجات عدى عليها اكتر من 30 و40 سنه و50 سنه في بعض القوانين، فانت محتاج تحدث القوانين دي، انت محتاج تعمل قوانين للمستقبل للاجيال اللي جايه، تعمل قوانين للوقت الحاضر، لازم تكون برؤية مختلفة وآليات مختلفة وصياغة مختلفة عشان تعيش معاك سنين طويلة. احنا نقول من قانون 73 مش عارف احنا حاجات كده معلقة في دماغ. طيب ما تقولينه حضرتك، يعني البعض حتى جادل فيه من وجهتي نظر، الأولى ان احنا في هذا المجلس ربما نحتاج قامات وأساتذة في تخصصات كثيرة لكي يكون لديهم هذه الذخيرة المعلوماتية والأكاديمية وهكذا لمناقشة والدخول في هذه التفاصيل الكثيرة، والتي ربما الحرف في كلمة في قانون بيفرق ويعني يدي مدلول ومعنى وما إلى ذلك. البعض الآخر، وده الجزء الثاني من كلام حضرتك، إن احنا محتاجين قوانين تراعي ما هو قادم، فالبعض نادى بإتاحة الفرصة أكبر للشباب في هذا المجلس ليعبروا عن استشرافهم للمستقبل. في رأي حضرتك هنا الانتخابات والتعيين يستطيع الموازنة بين الاحتياجين؟ حقيقي لو حضرتك شفت الأسماء الموجودة في القائمة هتلاقيها جامعة ما بين أعمار مختلفة. أنا عارف حضرتك إن هو بيبتدي من 35 سنة، 35 سنة إحنا بنقول سن شباب، ما بنقولش إن هو عواجيز. يعني بقى خلاص عنده حرية الحركة في الشارع، يبقى عارف متطلبات الشارع أكتر. اللي فوق الستين وما فوق ده عنده خبرة تراكمية لاحتياجات الوطن، قوانين في الصناعة، في الزراعة، قوانين في الاقتصاد، قوانين في التنمية، كل ده محتاج الاتنين مع بعض. أنا شايفة إن هو اللي بيتم المجموعة اللي هيتم تعيينها، المجموعة اللي تم اختيارها في القوائم هتقوم بالدور ده على أكمل وجه. المية الفردي يعني احنا ما نقدرش نحكم عليهم دلوقتي، لأن احنا لسه ما عرفناش الفردي أفرز لينا مين، الصندوق جاب لينا مين بالظبط في المجموعة المية بتاعت الفردي، لكن القوائم أو المجموعة اللي تم إن شاء الله يتم تعيينها من قبل السيد رئيس الجمهورية، أعتقد إن هيكون يعني يتم فيها مراعاة جميع اللي حضرتك تفضلت بيه، الخبرة، الشباب، الأفكار الجديدة، لأن أنت محتاج فكر جديد، فكر متجدد، مش الفكر الروتيني، سواء في بقى في المجال الاقتصادي، المجال الزراعي، المجال التنموي، المجال الدبلوماسي، حاجات كتير جدا جدا في لجان العلاقات الخارجية، لجان الأمن القومي، كل دي أنت محتاج فيها فكر مختلف. فأعتقد إن هي هتوصل التوليفه كده مع بعضها ان هي فعلا تلبي مطالب الشارع المصري 2020. عندما اخذ القرار ويعني تم تعديل الحياه البرلمانيه المصريه لتكون بغرفه واحده، البعض ساق وقتها يعني مصوغات لهذا الامر من الانفاق الزائد على غرفتين للبرلمان وما الى ذلك. الان نحن نعود الى فكره الغرفتين، هذا يعني إنفاق أكثر مما ينفقه مجلس النواب مثلا، هذا يعني احتياجات لوجستية كثيرة يجب أن تتاح لهذا المجلس ليقوم بدوره. هل نحن كنا نجرب الحياة البرلمانية بغرفة واحدة ولذلك
رجعنا لمسألة الغرفتين للاحتياج الحقيقي، أم نحن كنا يعني لم يتم حساب المسألة وقتها بصورة ما، لكن هذا استدعى الآن أن نعود للغرفتين؟ يعني البعض الحقيقة بيتساءل، وهذا سؤال أتصوره مشروع، لماذا ألغينا مجلس الشورى كما كان يسمى ثم عدنا بمجلس الشيوخ الآن؟ أنا هقول لحضرتك حاجة، أنه في ناس كتير ما بيبقاش عندها الخبرة وبتسمع من حد أصلا هو ما عندوش الخبرة، وللأسف هناك حتى من يروج ذلك عن قصد وعن عمد من يعني كده. هؤلاء لا يمكن أن الدولة تتخذ قرار زي ده هباء، يعني مش حاجة كده بدون دراسة وبدون تأني وبدون مشاورات كتير جدا جدا واجتماعات. ايه أهمية ان احنا نرجع مجلس الشيوخ تاني؟ كمية كبيرة جدا جدا من القوانين عندنا خلاص اتكهنت، ما بقتش تنفع دلوقتي، ما بقتش تنفع للوقت اللي احنا فيه. نعم. خلاص قوانين صناعة خلاص عفى عليها الزمن. حضرتك دلوقتي في زمن مختلف جدا جدا، انت تقريبا يعني كانوا يقولوا القرن 10 سنين، انت دلوقتي ده الأجيال خلاص سنة من سنة بتفرق بتختلف. نعم. من كام سنة لما أنا كنت صحفي كنت بقعد أكتب على ورق وبعدين أروح كده، النهاردة أنا بشتغل على الموبايل بتاعي، بعمل ملف العالم، بعرف أخبار العالم كلها في لحظة. الدنيا بتتغير، فإذا ما كانش في عندي في نفس الوقت زي ما في تغير تكنولوجي في العالم كله، ما عنديش تغيير للقوانين وتجديد فيها، أعتقد أن أنت هتفضل مكانك. احنا دلوقتي مثلا زي قانون الاستثمار، شوف حضرتك بيغير ازاي قانون التأمين الصحي، لا في قوانين كتير جدا جدا تم اتخاذها في الفترة الأخيرة تناسب العصر اللي احنا فيه. احنا بنتكلم على ان احنا عايزين حاجة جديدة، عايزين فكر جديد، عايزين حد يطلع لنا بمشروعات قوانين تسهل علينا الحياة، نحول التشريعات الى كائن حي يؤثر ويتأثر ويضيف ويتحمل التغييرات ويشعر بالشارع. نعم. يبقى الشارع حاسس بده. طيب يعني هناك تساؤل أيضا طرحه البعض، لدينا غرفة برلمانية واحدة كانت مجلس النواب يأخذ القوانين يناقشها يقرها يوافق عليها أيا كان دورة العمل، يعني عندما تضاف غرفة برلمانية ثانية التي هي مجلس الشيوخ الآن بعد هذه الانتخابات، كيف يقصر ذلك مدة إقرار القوانين ومناقشتها؟ لأنه البعض بيربط أنه ستتم إحالة من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، مجلس الشيوخ يعقد جلسات يناقش يعدل أو لا يعدل أيا كان، هذا إضافة لدورة العمل، فكيف نفهم أن هذه الإضافة لدورة العمل تقصر مدة إقرار القانون؟ أنا أقول لحضرتك حاجة، إحنا كان دور الانعقاد الأول المفروض أن دور الانعقاد بينتهي يوم 30/6 ويبتدي الخميس الأول من شهر أكتوبر. إحنا كان في دور الانعقاد الأول اترفع دور الانعقاد 30 أغسطس، سبتمبر بس اللي أخدنا أجازة شهر 9. نعم. وده كان وقت العمل. أنا عايز أقول لحضرتك أنه والله كان ممكن لحد الساعة 1 بالليل واللي كان شغالة بتشتغل بسبب الضغط. نعم. كمية كبيرة جدا من القوانين لابد ويتم إقرارها. أنت دور الانعقاد الحالي المفروض أنه هو كان اترفع يوم 30/6، النهاردة كام؟ النهاردة 12/8 أغسطس، شغال وفي حالة انعقاد دائم، هيترفع امتى لسه ما نعرفش. ففي ضغط كبير جدا جدا، كمية قوانين كتير، يعني زي احنا هنبسطها للسادة المشاهدين لانه المواطن اللي بيسمعنا عايز حاجة بسيطة نكلمه. عندك حاجات كتير جدا جدا لازم تخلصها لوحدك. تخيل بقى لو ما يكون في حد معاك بيساعدك بيقول لك وبيحطك على طريق سليم وبيجيب لك القانون جاهز، تفضل هتبص عليه هتناقشه هتشوف لو فيه حاجه مش محتاج حاجه خلاص هيتم اقراره. ده هيوفر ولا مش هيوفر؟ بالعقل هيوفر، لكن هل مجلس النواب هنا يستطيع ان ياخذ قرار مجلس الشيوخ او رؤيه مجلس الشيوخ مسلما بها ومثلا ويقرها، أم أن مسؤوليته البرلمانية والسياسية كمجلس وكنواب منفردين لابد أن يعيد تنقيح ما يفيد بها مجلس الشيوخ؟ ما هو هياخدها جاهزة، لكن إعادة التنقيح بحيث أنه لو في أي ثغرة أو في أي حاجة صغيرة، زي ما قلت حضرتك تفضلت في البداية قلت لي حرف واحد بيغير معنى القانون.
بيغير مجرى القصه كلها. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، ده في اللغه الكسره والضمه دي ممكن بتغير كلمه صغيره جدا جدا. في اللجنه التشريعيه بنشوف لا غير عدل الصياغه، تعديل الصياغه فاهمني حضرتك، ممكن يدخل بس مش هياخد نفس الوقت اللي كان بياخده في مجلس النواب بس. يعني مجلس الشيوخ ادى دوره وعمل شغل، الشغل ده ما بيروحش وما بيضيعش هباء، لا هو بيكمل عليه. يعني زي ما انا بعمل حاجه وحضرتك بتاخدها تعدلها، بتاخد تعديل بسيط معاك، ما بتاخدش نفس الوقت من ان انت تكتب وتشتغل وتقدم وتسهر وتعمل مشروع قانون وتدرسه من الاول، لا هو بيجيب لك حاجات جديده وهيجيب لك قوانين جديده تفيدك وتفيد البلد وتفيد الشارع المصري في الاول وفي الاخر. استاذه ماجده، يعني احنا يعني ربما لدي دقيقتان، لكن عمليات التصويت ما زالت مستمره وامامنا ربما ساعه وعشر دقائق او اقل وتغلق صناديق الاقتراع. سؤالي هو كيف رايت او تابعت ممارسه الاحزاب السياسيه لهذه الانتخابات استعدادا وترشيحا وتقديما لنفسها للمجتمع في دقيقتين لو تكرمت؟ هي الاحزاب المصريه احنا عندنا عدد كبير جدا من الاحزاب، الاحزاب الفاعله هنقول ان هم ما يقرب من 20 حزب سياسي تقريبا. في الفتره الاخيره كان في بينهم ائتلاف وضم 11 حزب في القائمه، قائمه الشيوخ، الى حد ما في تنسيق كبير. وطبعا احنا عارفين ان كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني يتكلم اكتر من مره في محاوله ان الاحزاب يتم دمجها في ثلاثه، يكون عندنا اربع خمس احزاب كبار يقدروا فعلا الشارع يحس بيهم ويقدروا يعملوا ممارسه سياسيه حقيقيه، يقدروا فعلا يفيدوا الحياه السياسيه في مصر ويكونوا اضافه للشارع المصري. الأحزاب السياسية عندنا احنا طبعا ما نقدرش يعني معظمها أحزاب يعني ما فاتش عليها فترة طويلة، خمس سنين ست سنين. انت عارف حضرتك ان بعد الثورة الحياة السياسية في مصر يعني اتقلبت من أول وجديد وابتدت حاجات جديدة تظهر ما كانتش موجودة قبل كده. طبعا احنا عندنا خبرات سياسية كبيرة في الأحزاب، عندنا احزاب عريقه مثلا زي حزب الوفد حزب التجمع، دي احزاب قديمه وليها تاريخ سياسي. الاحزاب الجديده بتحاول والتجربه بتقول ان هم يعني موفقين بنسبه 80%. انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا اليوم، الاستاذه ماجده بدوي الصحفيه المتخصصه في الشؤون البرلمانيه، شكرا جزيلا لك. شكرا لحضرتك. شكرا لحضراتكم مشاهدينا الكرام على متابعتنا في هذه الحلقة من المشهد الانتخابي. المشهد الانتخابي لا يزال مستمرا معكم، ومتابعاتنا عبر شاشة النيل الأخبار أيضا مستمرة مع حضراتكم في خدماتنا الإخبارية المتلاحقة. دمتم برعاية الله.